الحكومة اليوم انطتكم يعني حقكم كطلبة أوائل متميزين، لو اليوم الحكومة ما نصفتكم، ما وزارة التعليم. أول شيء تحية طيبة إليك ست العزيزة، إليك ولقناتك الكريمة، ونشكر دعوتكم العزيزة إلى هذه القناة الموقرة. تحياتنا لك. وبداية أحب أوضح في شيء معين. مثل ما تفضل أخويا فارس، أنه إحنا شريحة الأوائل من سنة 2020 إلى هذه السنة، صار لنا هاي السنتين، سواء يعني من ناحية القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، انظلمنا بكل ما تعني الكلمة من معنى. يعني احنا قبل كنا، خصوصا الاوائل على الكليات، كنا مشمولين بقرار 226، فكان تعيين مباشر على الوزارة. 2020 تكون مجلس الخدمة الاتحادي. من تكون مجلس الخدمة الاتحادي لغى قانون الاول على الكلية، ولغى قانون 226، وشملنا قانون 67. حكينا، تكلمنا، رحنا على الاستاذ محمود التميمي، رحنا على وزير التعليم، قلنا له يا استاذنا الفاضل، احنا اوائل على الكليات، يعني قدمنا ما قدمنا ودرسنا وتعبنا، واصلا احنا تعييننا مركزي، بما انه انا اول على الكليه اوتوماتيكيا اتعين على الجامعه، حالي حال دفعات 2019 2018 2017 وبقيه الدفعات. للاسف لا وزير تعليم، لا محمود التميمي رئيس مجلس الخدمه الاتحادي، لا اي جهه معنيه استجابت ان احنا كشريحه اوائل قالوا انضموا الى قانون 67 حالكم حال البقيه اللي هم اوائل الاقسام. طيب شلون؟ قالوا مو بس هذا الحكي، يعني مو بس دفعه 2020، لا، من 2003 الى حد هسه، يعني احنا يراد لنا تقريبا ما لا يقل عن 120 الف درجه وظيفيه. طيب يا استاذ، هذه احنا اوائل على الكليات، ما يصير نشمل مع هذول؟ قال لا، حتى مع احترامي لهم طبعا، نعم. يا اخي شوف لنا قرار استثناء، شوف لنا رجعنا على قانون 226، للاسف ما لقينا اي استجابه. طيب احنا ست الفاضله، انت خريجه وتعرفين هذا الحكي، احنا بكل كليات مو بس العراق، نظام دولي معتمد يقول لك انت الاول على الكليه تتعين كمعيد بالجامعه، وهذا معروف به. طيب ليش تنهي هذا القرار وتشملني حالي حال البقيه، وفوق كل هذا من 2003 الى حد الان، الى حد 2021 دفعه 2021 قبلوها؟ طيب الاجراءات شلون؟ شوفوا لنا طريقه حل، ما لقينا اي طريقه حل. فمن قناتكم الكريمه وقناتكم الموقره، الناشد رئيس الوزراء، الناشد استاذ محمود تميمي، الناشد وزير التعليم، احنا كشريحه الاوائل على الكليات يشوفون طريقة حل، يعني يرجعون قانون 226 ماشي، قرار 226 اوكي، عم استثنونا من قانون 67 هم ماكو، يعني ما اعرف يعني شو انتم كطلبة وضعكم، خصوصا اوائل استاذ ولا محمود التميمي. قرار شاملكم؟ نعم، اليوم انتم كطلبة اوائل ولا قرار شاملكم، لا 226 ولا قرار 67. ستي الكريمة، من جاء قرار 67 لغى، من جاء قانون 67 لغى قرار 226، هاي أول نقطة سلبية على الحكومة. نعم ماشي، انضمينا قرار 67، بأي قرار عام 67 لغى؟ ايش قال؟ قال لا، عبد الله بأي عام تم إلغاء القرار؟ نعم، القرار بأي عام اللغة؟ اللغة من 2020، من زين. من 2020، من صوتوا المجلس النواب على قانون 67 لغى هذا قرار 226. طيب وين ضمونا؟ ضمونا على قانون 67، ماشي راضين احنا على قانون 67. قالوا لا، ما تتعينوا على الكلية، لازم تدخلوا مفاضلة، ولازم تتحاسب لكم الزوجية، وتتحاسب لكم سنين التخرج، لازم تتحاسب لكم إذا عندك عقد ما عندك. طيب أنا أبسط مثال، أنا خريج دفعة 2020، أنا إنسان ما متزوج، ما عندي عقد، ما عندي كذا، يعني يجيني أبو دفعة 2016 وأبو دفعة 2015 وأبو دفعة 2010 متزوج وعنده أطفال وعنده عقد وعنده، أوتوماتيكين أنا راح يزيحني وراح ياخذ هو. إحنا اوكي مفاضله تصير على عيني وعلى راسي، بس خلي تصير المفاضله بس الاوائل على الكليات، انت مو تجي تفاضلنا ويا الثالث على القسم بالمسائي، يعني
انا معدلي مثلا امتياز فاضلني ويا اللي معدل مثلا 73 مسائي، الثالث على المسائي. طيب اي حق يا اخي؟ انا اول على الكليه، اترك لي من هذا القرار، تجي تدخلني مفاضله، تدخلني ويا الاوائل على الكليه، مو تجي تدخلني ويا البقيه. يعني قوانين ما اعرف شلون راح تتم، قوانين ما اعرف شلون صارت. يعني اول ما صار قانون 67 دخلونا بشغله المفاضله، نعم. بعدين دخلونا استبعدوا المحاضرين، استبعدوا ذوي العقود، استبعدوا غيرها، ولحد الان ما لقينا صوره حل. والى الان اخر الاخبار على اساس انه قبل يوم، اعتقد قبل يوم يلا جت الاسماء من التقاطع الوظيفي، عود تروح على وزاره الماليه حتى تستحدث الدرجات الوظيفيه، عود ترجع المجلس الائتماني الاتحادي ويطلقون استمروا همس المفاضله. يعني عمليه مربكه 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 مربكه.